جات لك الفويس نوت بتاعت انه الهجوم اللي على ميتا هو نفس الهجوم اللي على فودافون، انه نفس مجموعه الهاكرز بقى بيضربوا ميتا وبيضربوا فودافون. دي المسج اللي ضحكتني. المسج اللي ضحكتني كانت ان يا جماعه اللي حصل الصبح في فودافون شفته دلوقتي ميتا بيغطي عليه، فاللي هو ايه ده الكلام اللي الناس بتقوله ده؟ مش ممكن. الحقيقه بما انك ذكرت اللي حصل في فودافون، لازم يعني لازم اذكر هذا، لان دي شركه وطنيه، هي شركه عالميه، انما طبعا فودافون مصر هي شركه وطنيه. صحيح. كل زملائنا المصريين برئيسها كلهم مصريين. صحيح. والحقيقه ان هم بيؤدوا اداء عظيم، وعندهم حوالي 48 مليون مستخدم. فاحنا بنتكلم على شركه قويه لها بنيه اساسيه تحتيه كبيره جدا وقويه جدا، فما نقدرش ان احنا نقول ان هم حصل لهم لخبطه ووقعوا. لا، هو اللي حصل، وانا تواصلت مع بعض الزملاء في مراكز مهمه في فودافون، وعرفت منهم تقريبا ايه اللي حصل. هقوله لك باختصار عشان ما اطولش عليك. لا بالعكس. اللي حصل ان هو فودافون بيعمل زي كل شبكات العالم، بيعمل ما يسمى بالابجريد، اللي هو التحديث للشبكه. فكان بيعمل ابجريد لل4G. الابجريد بتاع ال4G ده له اجراءات. الاجراءات دي بتبتدي مثلا من الساعه 1 صباحا للساعه 4 او 5 صباحا، اللي هو الوقت اللي بتكون النتورك فيه هاديه جدا، وهو بيقدر يعمل ده بسهوله. عملوا الابجريد لان شركه فودافون فيها ما يسمى بالكواليتي، اختبارات الجوده. اختبروا جوده الشيء اللي هم عملوا له ابجريد، فلقوا ان هو مش على نفس السكيل اللي هم عايزينه. يعني هم لو عايزين 10 من 10 هو طلع 9.5 من 10. فقالوا لا، مش هنعمل الابجريد ده، هنرجع النتورك زي ما كانت، وبعدين هنعمل ابجريد بعدين بعد ما نتاكد من التحسينات المظبوطه. هايل. اجراء يحدث في كل شبكات العالم. رجعوا الدنيا للشبكه اللي هي ما قبل. لما رجعوا كانت الناس صحيت من النوم. فالناس صحيت من النوم ما لقتش شبكه. فانت لما بيجي لك لما تصحى من النوم ما تلاقيش شبكه، لو ما عندكش حد في البيت على نفس الشبكه ديت، هتتصور ان تليفونك اللي فيه مشكله. صح. فهتبتدي تعمل ايه؟ تجرب تفتح النتورك وتقفل النتورك وتطلع لقدام وتفتحه تاني وتخرج السيم كارد وتعمل ايروبلين مود وترجع تاني وتقفل الداتا وتفتح الداتا. كل حركه حضرتك بتعملها من دول، انت بتبعت اشاره لشبكه فودافون تقول له انا عايز كذا. بعمل اوفرلودنج على الشبكه طول الوقت. فبقى في ملايين المستخدمين صحيوا الصبح لقوا مفيش شبكه، فملايين المستخدمين دول هجموا على الشبكه. فلما هجموا على الشبكه بيظهر عند الناس اللي بيقوموا على اداره الشبكه وصيانتها ان في شبه هجوم. هو مش هجوم، هو الحقيقي ان هو هجوم الكتروني وليس هجوم من اجل القرصنه او اي حاجه من دول. فاللي بيحصل ان هم بيعملوا ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما يبتدي ياخد النتورك اجزاء، يا اما يقفل الحته بتاعت الفور جي. عشان كده في ناس كتير قوي كانت بتقول لك روح اعمل التليفون بتاعك 3 جي هتلاقيه اشتغل. هو دي كانت حقيقه، هو كان بيشتغل في الفور جي، فهو خرج الناس من الفور جي شويه عشان خاطر هو يعرف يشتغل ويرجع الشبكه تاني. الحقيقه يعني لازم اقول ان الكفاءات الفنيه المصريه اللي موجوده في شركاتنا الاربعه صحيح للمحمول كفاءات عظيمه، لان اللي حصل النهارده في فودافون لو كان حصل في اي شبكه اخرى في اي بلد ثانيه فيها ربع عدد المستخدمين ما كانتش قامت قبل 8-9 ساعات. الحقيقه ان فودافون نجح، وان في اقل من 3 ساعات يرجعوا كل حاجه زي ما كانت ويرجعوا المستخدمين زي ما كانوا، وان الناس تبتدي تستخدم الشبكه وما تحسش باي حاجه، بدليل ان المستخدمين دول حسوا بان فيسبوك وقع لما وقع. صح. اللي هو جات لهم الفويس نوتس ازاي؟ ما هو خلاص كده الشبكه رجعت له تاني. يعني عمليا اللي حصل انه وكان حصل تدافع جوه بوابه هي حيزها قد كده. المستخدمين
للتاكد من ان الشبكه شغاله. اوفرلودنج اللي عملوه فودافون ان هم يعني زي ما نقول قللوا الترافيك قوي وبعدين رجعوه تاني ورجعت والدنيا رجعت مظبوطه وتمام. وده ليس له اي علاقه لا من بعيد ولا من قريب بميتا ولا فيسبوك ولا اللي حصل في فيسبوك والكلام ده. الا انها كانت فرصه حلوه عشان نسمع صوت حضرتك. دي فرصه عظيمه ان انا اكون على التسعه دي. دي حاجه تشرفني يا رب يخليك يا فندم. كل الشكر ليك يا باشمهندس حسام وكل سنه وحضرتك طيب مره تانية ورمضان كريم عليك وعلينا جميعا يا رب. مهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للاعمال بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه.